بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أقدم لكم هذا الكورس الجديد كيف تتقن الماسترينج. بيساعدك هذا الكورس أنك تتخصص في الماسترينج، ولعلمك هذا التخصص نادر في عالمنا العربي، يعني فرصتك أنك تتميز في هذا المجال وتجني أموال منه إذا عرفت تروج إلى نفسك. طبعا تأكد بعد هذا الكورس ما راح يكون عندك خلط بين عمليات الميكسينج وعمليات الماسترينج، لأنه راح يساعدك أنك تكون عندك أدوات واضحة جدا كيف تبدأ الماسترينج وكيف تنتهي به. بتعرف تحلل الماسترات وتتخذ أفضل القرارات، كيف توازن مستوى الماستر وكيف توجه للمنصات مثل اليوتيوب والأبل وسبوتيفاي وغيرها. أبشرك الكورس هذا ما يحتاج أنك تستخدم برنامج مخصص. أدري الكثير منكم يبغى يمارس عمليات الماسترينج بالأدوات المتاحة عنده، والآن صارت الفرصة بين إيدك أنك تكون مهندس ماسترينج متخصص. أنا علي الزاير، يعطيكم العافية وفي أمان الله.